واحد يلعب في جمعية كبيرة تلعب على الألقاب. صحيح لقب جديد عاملين دوبلي سنة، الحمد لله بدينا بالشامبيونا. إن شاء الله عنا نهار السبت دومي فينال كوب، توا لازمنا نركزوا عليه وباش نحاولوا نستحفظوا على الدوبلي نتاعنا. والحمد لله معناتها التحية معناتها كبيرة للولاد اللي بالحق قدموا مجهود كبير السنة، معناتها ماهيش سهلة راهي البطولة. معناتها صحيح برشا ناس باش يشوفوا يقولوا معناتها نربحوا في 3-0 و3-1، لكن راهو ماتشوات وستريس تعدى علينا كبير ياسر. اليوم اوفيسيلمون شامبيون، وكما قلت لك توا ندخلوا في التحضيرات للكوب. عندنا نهار سبت دومي فينال ومن بعد نحكيو على الفينال ان شاء الله. اكيد كما قلت موسم مئوي الحمد لله بديناه بسوبر كوب، ساعه زدنا توا الشامبيونات. الدوبلي هي معناتها هي الحفاظ معناتها على الالقاب اللي هزيناها عامناه. السنه حابين نزيدوا معاهم شامبيونات راب ولا غالب ما حبتش، بالرغم اللي وصلنا معناتها كنا نجموا نهزوها، لكن ماهيش كانت بلا غالب. ضمننا البطوله كما قلت لك توا باش نخموا على الكوب، باش اوموان معناتها نستحفظوا على الدوبلي نتاعنا وان شاء الله خير. ان شاء الله الحمد لله لقب واحد اخر يضاف للخزينه تاع الترجي الذي التونسي فرع كره الطائره، سيرتو في موسم مئويه اللي معولين عليه برشا في في في, في النتائج. ان شاء الله نكملوا هكا، مازال عندنا كوب ان شاء الله نكملوا نتوجوا به ان شاء الله في 2019. اي صحيح. ان شاء الله نزيدوا نكملوا بتتويج اخر. عندنا نهار السبت دومي فينال مع سي اس اس، ان شاء الله نتعداو، ونهار اربعه مع النجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله ساعه نتعداو من الدومي فينال، وان شاء الله نهزوا دوبلي كيما هزيناها عام ناول. مالوريزمون فشلنا السنه في البطوله العربيه، فما اسباب يطول شرحها بعد ما كملوا الكاس ممكن نحكيوا فيها. بالمناسبه هذه نهديوا البطوله هذه لجمهورنا العريق ورئيس النادي اللي ما بخر بحتى جهد باش دعمنا الفريق باش نعملوا فريق قوي بمناسبه المئويه.